بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما، واجعله لنا حجة يا ذا الجلال والإكرام. نرحب بجميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة الثانوية قسم المسار الشرعي، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد. وقبل أن نبدأ إياكم بقراءتي سورة القاف والحجرات، نأخذ أهداف الدرس. من أهداف الدرس أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء، وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع، وكذلك من الأهداف حفظ الآيات حفظا صحيحا خالية من الأخطاء. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والنظافة، وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل، والاستعاذة في أول القراءة كما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم البسملة، وتكون بسمة في أوائل السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور. وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به والقراءة بتدبر وخشوع. وكذلك من الآداب التسبيح عند آيات التنزيه، وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد، والاستعاذة بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذة بالله من النار. هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم، والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل. والآن نستمع الآيات سورة قاف بصوت الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وبعد أن استمعنا إلى سورة قاف ننتقل إلى سورة الحجرات ونستمع إلى قراءة محمد أيوب رحمه الله تعالى بتوسط منفصل من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وهكذا انتهينا من سورتي القاف والحجرات، ونعمل من جميع الطلاب والطالبات التركيز على ما يحفظ، وكذلك من وسائل تثبيت الحفظ أن يقرأ به في الصلاة، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل علينا جميعا في أن نقرأ ما نحفظه في صلاتنا. وكذلك نؤكد على الطلاب والطالبات الاستماع للآيات استماعا جيدا، ثم تسميع على أحد زملائهم. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.